حصلت مفاجأة مجد طلبة مع باتريس كوستاس. اهلا، جبنا لك باتريس كوستاس على التليفون. كوستاس اهلا. اهلا مستر باتريس، ازيك؟ هاو ار يو؟ اخبارك ايه؟ في حالك كابتن؟ الحمد لله. معايا عمر البنوبي بيسلم عليك جدا. يا اوكي. نعم شكرا. شكرا، وانا ارد له نفس التحية ايضا. كيف حاله؟ سلم عليك يا عمر. انا يعني بسلم عليه كتير باتريس كوستاس. يمكن النهارده كنت معاك على الهواء في الراديو في اليونان في انترفيو، بس مفاجاه ان انت تبقى معايا بالليل النهارده في نفس اليوم. كنا بنتكلم عن مجدي طلبه وعن اللعيبه المصريين في اليونان، عن مجدي طلبه، عن حسام حسن، عن ابراهيم حسن، عن عبد الستار صبري، عن امير عزمي مجاهد. عدد كبير من اللاعبين المصريين احترفوا في الدوري اليوناني، اتصور انه كان ليهم دور مهم. والسؤال يعني ليه ما بقاش فيه لعيبه مصريين تاني في الدوري اليوناني؟ اخرهم يمكن كان عمرو ورده واحمد حسن كوكا المتالق ايضا مع نادي اولمبياكس اليوناني. اعتقد ان مجدي طلبه فتح الباب في باوك اليوناني، لان باوك هو ايضا هو نادي عمر ورده. خلينا نتكلم عن كوكا الاول. شايف مسيرته عامله ازاي في الدوري اليوناني؟ عمرو ورده عفوا. أعتقد مستقبله جيد، ليس مثل مجدي طلبة بالطبع، ولكن هو لاعب جيد وأعطى إشارات حقيقية وإيجابية عن أدائه. على الجانب الآخر عمرو وردة موهوب جدا، الجميع يتحدث عنه، لكن ربما أحيانا تأتي منه بعض الأخطاء وهذا، ولكن هو يتدرب أيضا مع باوك، ولكن ربما الأخطاء المتكررة منه هي من توقف مسيرته. تعتقد أنه دوره في الدوري اليوناني انتهى عند هذا الحد؟ أصبح من الصعب لارسا ينهي تعاقده. باوك أعلن أنه بيتدرب تدريب منفرد لكنه لن يكون فرد في الفريق. هل تعتقد أنه هيكون في عرض آخر من أحد الأندية في الدوري اليوناني، ولا أصبح صعب؟ انظر، عقد وردة ينتهي في ديسمبر مع ناديه باوك، ولكن ربما بعض الآمال، ولكن لا أرى أن باوك قد يعطي مكان له لوردة مرة أخرى، لأن وردة له شخصية خاصة، وبعض النادي باوك نادي كبير جدا، لا يمكن أن يعتمد يقف على لاعب يحدث مشكلات بين الحين والآخر. وهو نعم أدى موسما رائعا مع مارتا، ولكن ليس مثل باوك. باوك هو الأقوى، وبالتالي رئيس النادي لديه أيضا ربما علاقة شخصية. باوك ربما يحتفظ به، ليس ولكن ربما لمنحه لنادي آخر، لبيع لنادي آخر، لاستعادة بعض الأموال التي استثمر فيه. هذا توقعاتي وهذه الفكرة، ولكن ربما رجد بعض من حقوقه أيضا ومن هذا القبيل. هل تعتقد انه تم الاستغناء عنه من لارسا بسبب الخلاف اللي عمرو ورده اعلن عنه ما بين رئيسي لارسا وباوك، ولا السبب اللي اعلنه رئيس نادي لارسا انه غاب عن التدريبات؟ انت اللي موجود وانت صحفي، اكيد انت هتقول لنا الخبر الصحيح. اعتقد ما أرادت رارسا هو أيضا الحصول على أموال وليس دفع أموال لصالح وردة كقول، وبالتالي خاصة أن وردة كان يلعب للارسا، وفي نفس الوقت رئيس الفريق كان يتحدث بصورة سيئة عن باوك. هذا ما حدث أيضا، هذا الصراع، هذا الخلاف ما بين المدير الفني هنا وبين رئيس النادي، هو أيضا ما وضع وردة في هذا المأزق أيضا. وبالتالي أعتقد
نظرا للارسا ليس لدي هدف الآن وليس لهم أي مشاكل، وبالتالي ربما يعيد وردة مرة أخرى أو يبيع وردة يبيعه إلى فريق آخر. هل هناك فرصة لعودة الدوري اليوناني مرة أخرى؟ فور وردة؟ لا لا لا، الدوري نفسه الدوري اليوناني فيه فرصة أن يعود بعد أزمة كورونا؟ أعتقد هناك قرار لأن أندية وهو من 6 و7 يونيو، ولكن منتظرين قرار الحكومة أيضا لأنه يجب الموافقة على ذلك من جانب الحكومة لاستعادة اللعب مرة أخرى. إذا وافقت الحكومة رب قالت نعم، فإن يوم 6 و7 يونيو ستكون هي البداية عودة المباريات. أسأل حاجة الباتريس. أنا الحقيقة بشكره على متابعته المستمرة يعني للدوري المصري واللعيبة اللي بتطلع من مصر لليونان، واهتمامه دايما انه يسأل في مصر ايه اللي بيحصل، ايه بيتقال عن الدوري اليوناني، ايه بيتقال عن وردة، عن كوكا، دايما مهتم، علاقاته طيبة بكل الناس، ومن اكبر الصحفيين في اليونان، وانا الحقيقة بتشرف انه يكون واحد من اصدقائي وانه كان معنا النهاردة. شكرا جزيلا مستر باتريس على هذه المشاركة. وايضا عمر سيحضر طلبة اخر لنادي باوك. انا واضح انه يعني الكتالوج بتاعه هو مجد طلبة. اكيد لازم تبقوا فخورين بلعبتكم، والحقيقة النهاردة عمر بيطلع لنا كنوز زي ما قلت لحضراتكم، هي حلقة العيد. نروح لفاصل.